سي كريم، عملت لك الشندوتشات دي تتجود بيها عشان انت بتتعب في المذاكرة طول الليل. تسلم ايدك يا خوخ. عايز حاجة تاني مني؟ ها؟ انا بقول اقعد جنبك هنا، يمكن تحتاج حاجة. اهدي، ما عندكش اغنية حلوة كده نرقص عليها؟ ايه ده؟ إيه انت عايز ترقصي؟ عايز ارقص. ولا ما بتحبش؟ شكلك ما بتحبش. خلاص ارقص بره. لا بره ايه، بحب طبعا. شغل لك اغنيه دلوقتي هترقصي عليها كتير. لا بس انا كسف ارقص قدام صاحبك. طلعه بره وانا ارقص لك. تأمريني يا كبيره. انت ناسي يا كريم ان احنا عندنا امتحان بكره ولا ايه؟ لا امتحان ايه، انت روح كمل مذاكره في البيت وانا ايه هكمل هنا. يلا خد الكتاب وخد السندوتش. يلا يلا بقى. سك الباب بالترباس لحد يجي. حالا حالا. قفلت الباب. فين فين الاغنيه؟ حالا حالا. الاغنيه الاغنيه. هشغلك بقى اغنيه هتعجبك قوي. يا بنت اللعيبة، ده انت طلعتي بتعرفي تطبخي حلو قوي. ألف هنا وشيفة على قلبك يا ست الكل. أنا بعون الله كده مفيش حاجة في الدنيا دي معرفش أعملها أبدا. بس يعني لا مؤاخذة، ما تبقيش تنسيني في زودة يعني. تستاهلي يا بنت. الله يخليك. وانتي ماشية خدي معاكي بقية الوراك، لأن أنا ودودي ما بنحبش غير الصدور. إلهي ربنا يكرمك يا رب. إلا قولي لي صحيح، هو انتي منين؟ أنا من منطقة اسمها ميت عقبة، تعرفيها؟ طبعاً. إيه اللي أعرفها؟ وعندك ولاد بقى على كده؟ لا والله لسه، ربنا ما قرتش. ربنا يديك إن شاء الله. وجوزك بقى بيشتغل إيه؟ أنا جوزي مبيض محارة، بس هو عين أمه دلوقتي يعني إيده مكسورة، فقاعد في البيت خالي شغل. إن شاء الله ربنا يشفي. يا رب. روحي بقى اعملي لي كده كوباية شاي حلوة وخدي الأكل وأنتي ماشية. عيني يا ست الكل، ده أنا هعمل لك كوباية شاي إيه سلطنة، تقولونيش بحاجة يا باشا؟ أنا عايز أشرب سجاير. وماله، أعملها جنبها قهوة؟ ماشي، بس معاها سجاير. حاضر. عيني انت تقفل. مش عارف اقول لك ايه والله. تسلم ايدك، الاكل كان جميل يا حبيبتي. الله يسلمك يا رب. خير يا شيخ عبد الله؟ ابو الكوامل كلمني وقال لي ان اجيلك. واديني جيت لك يا سيدي. مالك حبيبي؟ والله يا دكتور ما ادري ايش اقول لك، قلبي عمال يدق بسرعه مش قادر اخد نفس واحد. ايه ده يا شيخ عبد الله، انت عملت مجهود مفاجئ ولا ايه؟ مجهود؟ مجهود مفاجئ؟ مجهود فوق المفاجئ. فوق المفاجئ. خد نفس يا شيخ عبد الله. نفس تاني طويل. فوق. يعني ايه فوق المفاجئ يا شيخ عبد الله؟ يعني مجهود كبير كبير كبير. فعلا النبض سريع وفي ضيق في النفس. انت عملت ايه يخلي النبض سريع كده؟ شوية سويدي على شوية فرنساوي، تمارين رياضية بس هلكت هلكت. سويدي وفرنساوي؟ لا 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 لا، ده احنا لازم نعمل رسم قلب حالا حالا. لو سمحت فين التليفون اكلم الاسعاف، لان لازم يعمل رسم قلب بالمجهود كمان. ماشي يا دكتور، اتفضل التليفون من هنا. سويدي وفرنساوي؟ اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. يا خوخة يا خوخة. أيوة يا سكري. بقولك إيه، ما تيجي نكمل رقص بقى، أنت رقصت حبة صغيرين بس. لا أصل بصراحة أنا بستحي منك. مين أنا؟ أيوة، أصل أنا قلت إن أنا مش هرقص قدام حد غير قدام جوزي. طب مرة واحدة عشان خاطر. لا بستحي. مرة واحدة بس وخلاص؟ لا ما أقدرش. يوه بقى. طب أقول لك حاجة؟ جات لي فكرة. احنا ممكن نتجوز وبعد كده اقدر ارقص لك ومش هستحي منك. هنتجوز انا وانتي؟ طب ازاي؟ سهله،
كل اللي زوجتك نفسي وانا اقول لك كده وخلاص. خلاص كده بس؟ خلاص. طب انا موافق، يلا بينا. مين اللي هيقول بقى الاول؟ لا، هو في حد بيتجوز من غير شبكه وذهب؟ ما انا معيش فلوس عشان اجيب شبكه. لا مش لازم فلوس عشان تجيب ده. مش لازم ازاي يعني؟ ما انا هجيب شبكه ازاي؟ انا اقول لك باباكي فك السلك ولا لسه؟ يا طنط فكه ده وبقى احسن الحمد لله. طيب الحمد لله يا حبيبتي. ممكن بقى تاخدي لنا منه ميعاد عشان اجهزه له انا وهاني؟ ميعاد ايه يا طنط؟ بتاع ايه؟ هو انتوا محتاجين ميعاد؟ انتوا تنوروا في اي وقت. ميرسي يا قلبي، ربنا يخليك يا رب. لا برضه لازم تساليه لا يكون مشغول ولا حاجه. بصراحه يا طنط هو لسه سالني على هاني امبارح، كان عايز يعني يتكلم معاه في العفش والشقه ولازم منه. ما انا قلت لكم تعالوا اسكنوا معايا، انتوا اللي ما رضيتوش وعملتوا فيها ولاد برمديله وقلت لا. والله يا طنط الموضوع مش كده خالص، هو هاني يعني مش عايزنا نكبس على نفس حضرتك. تكبسوا على نفسي ده ايه؟ ده انتوا هتنوروني وتسلوني. ولا انتوا خايفين بقى ان انا اكبس على نفسكم؟ يا طنط والله انا ما عنديش اي مشكله، المشكله بقى عند ابنك، هو اللي عمال يقول لي خلي ماما براحتها وبلاش نرخم عليها. براحتي ده ايه؟ انا عارفاه الواد ده براوي زي ابوه وعايز يهرب مني، ده بيتلكك. يا طنط والله حرام، ده هاني بيموت فيك. طيب ممكن بقى بعد اذنك تستاذنيه وتحايليه ان يجي يسكن معايا؟ وصدقيني ده جميل مش هنساه العمر كله. انت شايفه شقه كبيره وواسعه عليا، بصي انا قاعده لوحدي فيها. يا طنط جميل ايه؟ ده انت كده اللي هتعملي فينا جميل، كفايه انك هتوفري لنا حق الشقه والعفش، ده هاني المفروض اصلا يقعد يدعي لك ليل ونهار، في حد يلاقي ام قمر كده؟ لا لا لا، ده طمع فيا ده ولا ايه؟ ماشي. بس هقول لك على حاجه عشان خاطري والنبي حيني، انا عارفه ان انت تقدري عليه. بصي يا طنط هو انا هحاول، بس انت عارفه ابنك يعني دماغه ناشفه وعندي. برضه زني عليه لغايه ما يوافق، ماشي؟ حاضر، بس بشرط نقوم نعمل الاكل عشان انا جعانه بقى. يلا يلا. على مهلك يا شيخ عبد الله. على مهلك. على مهلك. واحدة واحدة. مش كان المفروض تخرج من المستشفى على طول كده يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله يا عظيمة، أنا صرت أحسن ولازم أسافر لأني في شغل لازم أكون أنا موجود به بنفسي. تروح وتيجي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. توحة رح اشتاق لك يا توحة، خلي بالك على حالك، الحين ما ارجع لك تاني. انت اللي تاخد بالك من نفسك وتاكل كويس وتتغذى كويس وتاخد بالك من صحتك عشان ما تقعش مني تاني. رح اشتاق لشقاوتك يا توحة. وانت هتوحشني يا بيدو. بيدو؟ صدق اول مرة حد يقول لي يا بيدو. ومش اخر مرة يا حياتي يا حبيبي يا روح قلبي يا نن عيني. بس انت خلص يا اخويا اشغلك بسرعة وارجع لي بقى. عيوني يا توحة. حتى تاني يا شيخ عبدالله. لا لا زين راح نتوكل على الله. توحة هتوحشني يا شيخ. باي يا توحة. باي يا شيخ.